ايه وشو كمان؟ طيب سلمى خانم، تعرف انك وظفته لعليا كارسو هون؟ لهلا ما عندي علم. فهموني، شوفي انت بتعرف قبل ما تجي كنان جتين عن اسهم مين مسؤول عنها هون؟ بصراحة ما بعرف مين. كنان بيكون زوج الست سلمى. شو؟ ايه بيكون زوج الست سلمى، طليقة المرحوم حكمة كارجي. كيف يعني؟ إذا هيك ما فيني أشتغل. لو سمحت اسمعني، خليني أمشي، ما بدي أشتغل، اتركني بحالي. اشرح لك، ما ببلش أشتغل هون. لو سمحت بعد بعد إذا ممكن. شو عم يصير كنان؟ هلا بشرح لك حياتي يا قبطان. حياتي انت فوتي. خلص. لو سمحت. لو سمحت استنى لاشرح لك كل شيء وبعدين روح اذا ما عجبك كلامي. لو سمحت كنان بيك تركني، انا ما بدي اشتغل. اسف ما بيناسبني اشتغل معك. بعدين روح لو سمحت. يا لا تخيلك كنان بيك. لو سمحت فوت. طيب ليش ما بتخلونا نحكي على رواق؟ ما رح اخذ من وقتك، تفضل فوت. ما بدي. لو سمحت قبطان علي اذا ممكن تفضل. فوت لشوف آخرتها اليوم. قبل ما اجي لهون اتصلت بسلمى وكمان طلبت منها تيجي، لانه مستحيل اعمل شيء بدون ما اخذ رايها بالشيء اللي بدي اياه. قبطان علي انا بعتذر لاني ما خبرتك عن كل التفاصيل. سلمى، انا وظفت علي أكارسو كمستشار خاص بشغلي. شو؟ كأنك ما بتعرف الشي اللي مرقت فيه سلمى خانم وداعس على كل شي. لو سمحت يا ريت تقصر الشر من أوله وبلا ما تفتح لجروحاتها القديمة. كنان بيك هالكلام مزبوط، أنا رايح. لحظة قبطان علي اسمعني شوي. لو سمحت عن طريقي. كمل كلامي. شو بدك تحكي؟ لو سمحت، أصلا إذا أنت انسحبت هلأ رح تثبت الصورة اللي أخدين عنك. إذا ممكن تعال عود شوي. إيه سلمى، أنا وظفت علي عنا بس ما كنت بعرف مين بيكون. بعدين أنا تعرفت عليك بالصدفة وحبيتك، مع أنه مرتي كانت حاكيت لي عن قصة القبطان يلي قتل زوجها السابق، بس أنا ما تعرفت على نفس القبطان. وهلأ بعد ما عرفت إنه هذا هو الشخص نفسه، مو معقول اسحب كلامي لهيك سبب. ولا شو بدكن؟ شو بتحبوا ساوي يا ترى؟ مثل ما غدر القدر أنا كمان كمل عليه، ولا كون كأي زلمة شريف ضل عند كلمتي وما اتراجع؟ شو دخل هي بهي مشان الله؟ فيك تفهمنا شو؟ كنان بترشحك. سلمى، سلمى افهميني يا عمري، اسمحي لي بس كمل كلامي. طيب إذا هاي الجريمة يلي ارتكبها علي أكارسو ما بتنغفر، هذا ما بيعني إنه حكمت كان زلمة منيح. سلمى حكت لي قصتها معه وقديش تعذبت بسببه. خانة وأذاها كتير وجاب لها العشيقة يلي تسببت بوفاة ابنها، فهيك شخص شو رح يكون؟ أكيد واحد مانو منيح أبدا. بعدين شو راح عمل؟ نسي كل القهر يلي زرعه بقلبه
وما سأل عن مشاعره وهي مريضة وراح ليتزوجك. وهالمسكينة يلي قتل الحزن بسببه، يا ترى نسيت كل هالعذاب وسامحته برأيكم؟ طبعا حاولت تنسى هالشي هي وهالخانم وسامحوه لحكمة كارجي. شي طبيعي انهم يسامحوه لانه كان صاحب اكبر شركات هون وورتوا هالشي. بس يلي بيقدر يسامح حكمة لانه غني كمان في سامح علي لانه فقير وطيب. أنا بمجموعة كارجي وكوكيل عن أسهم مرتي واجبي أحمي مصالحها وبدون ما أطلع لورا لأنه ما بيهمني. بتمنى أنكم تنسوا الماضي وعلي أكارسو باعتباره مستشار شخصي إلي بيهمني كتير بشغلي وبيطور مستوى شركتنا. حياتي إذا مانك موافقة معي بهذا الرأي بترجاكي تحكي. علي بيك كل إنسان بيحق له فرصة تانية بهالحياة، ونحن كلياتنا أولاد اليوم. أنا متأكد جميلة خانم بعد ما عرفت وجهة نظري رح تتعامل معي بلباقة، مو هيك جميلة خانم؟